sprechen, das ist Al-Asma und Sifat, das ist kein leichtes Thema, Namen und Mutter Allah subhanahu wa ta'ala, sondern das ist ein sehr präzise Thema und das ist auch sehr sozusagen gefährlich, weil wenn jemand Fehler in diesem Zusammenhang macht, dann kann es heißen, dass diese Person rutscht. Und es gab damals große Gelehrten, die so viel Wissen gehabt haben, weil sie in diesem Fall oder in diesem Bereich gerutscht haben, dann haben viele dann viele Ayat und viele Ahadith einfach unterlassen und gelassen, weil sie gedacht haben, so werden sie Allah subhanahu wa ta'ala, so werden sie Allah subhanahu wa ta'ala verehren. Und so werden sie Allah subhanahu wa ta'ala richtig anbeten. Ja, manche von ihnen haben das aus guter Absicht gemacht. Und natürlich كثير منهم من فعل مثل هذا الأمر أنه أول الصفات أو عطل من باب النية الحسنة. من باب النية الحسنة لأنه الظن هو على تفكيره أنه إذا فعل ذلك إنما قد عظم الله سبحانه وتعالى ونزه الله سبحانه وتعالى عن نقص ذلك، ليس هذا هو الذي حصل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب من أين نسوي اسمه؟ يقول السائل أول ما هل عندكم أسئلة على البحث الذي تكلمنا عليه؟ نعم طبعا. جزاك الله خيرا. وجمال تكلم في دور المالية يعني كلام واضح لمن يعني يعلم أو يقرأ بهذا الموضوع، لكن بعض الإخوان يعني لا فهموا الموضوع بشكل، فموضوع الأسماء والصفات كما تكلمت يعني قد يزيد فيها الكثير. ولذلك يعني بعض الإخوان ما فهموا ما هو معنى التعطيل ولا التغيير ولا التمثيل. نعم، وهذا يعني حتى نواجه مشكلة نحن في هذه المدينة نتكلم يعني يتكلمنا عن بعض صفات الله سبحانه وتعالى أن الله أثبت نفسه اليد والمشي والساق وكذا، فيتكلم ويقول أنت كيف تتكلم بهذا الأمر؟ يا ريت لو مختصر بس باللغة العربية يعني حتى بعض الإخوان يتكلم يعني يفهموا أن هذه الصفات أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه يعني هي يجوز أن نتكلم فيها بدون تأويل ولا تعطيل ولا تنكير وغير ذلك. بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. نعم، السؤال هو أن بعض الأخوة لأن الكلام كان باللغة الألمانية فما استطاع أن يفهم كل المراد من الكلام بارك الله فيكم، فقد ما يفهم معنى التعطيل أو التمثيل أو التأويل إلى غير ذلك، فهل من الممكن أن نتكلم عن هذا الموضوع ولو بكلمات قليلة؟ يا أخوة بارك الله فيكم، عقيدة المسلم وتوحيد الله سبحانه وتعالى، التوحيد هو أساس الدين، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وبعث الأنبياء سبحانه وتعالى ليعلموا الناس دينهم، فأرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء حجة على الناس لكي لا يقول الناس ما بعث الله سبحانه وتعالى لنا رسولا. والتوحيد هو من وحد الشيء أي جعله واحدا، أي جعله واحدا، وهو أن تثبت لله سبحانه وتعالى وأن تؤمن، أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الواحد، وأن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الواحد، وأن لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات العلى سبحانه وتعالى. وكلامنا كان يدور حول الأسماء والصفات، فما هي عقيدة المسلم في الأسماء والصفات؟ انتبه يا أخي، كلام قليل ما نريد نتكلم كثير. عقيدة المسلم في الأسماء والصفات أولا إثبات ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه
وما أثبته له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع التنزيه. ما معنى مع التنزيه؟ يعني ما في نقص ولا عيب. المسألة الثانية تفويض الكيف. يعني إذا سُئلت كيف، يعني سُئلت عنك كيف، كيف أن الله استوى، كيف أن الله له يد، هذا تقول الله أعلم، الله أعلم. المسألة الثالثة، إذا أتت الصفة أو الاسم في آية أو في حديث نثبت معنى الحديث أو معنى الآية عموما. أنت الآن تقرأ في القرآن وهو السميع العليم، وهو السميع العليم يعني الذي يسمع كل الأشياء ويعلم كل الأمور وخفايا. طيب ألست أيضا يطلق عليك عليم؟ أقول فلان عليم، فلان سميع يسمع ويعلم. طيب هل سميع وسميع واحد؟ هل عليم وعليم واحد؟ أقول لا، لأن الله هو السميع العليم غير نحن البشر، لله صفات وأسماء وللبشر صفات، فإذا اتحد اللفظ اختلف المعنى. إذا كان اللفظ واحد أما المعنى يختلف. كذلك اليد، يقول تعالى يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، فلما نقول لله يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى، مثل لما قلت هو سميع، سمعه سبحانه وتعالى يليق بجلاله، وعلمه يليق بجلاله، ويده تليق بجلاله، وانتهى الموضوع. كيف ما تتكلم بين الأمور؟ والله سبحانه وتعالى هو يقول في كتابه أن له يد وأن له وجه. أما هذا ما يجعل له ثمرة، يعني ثمرة الكلام في الأسماء والصفات هو بارك الله فيكم التقوى أولا، ومعرفة الخالق سبحانه وتعالى. ويا أخي بارك الله فيك، الله سبحانه وتعالى له ذات، والذات لا بد لها من صفات، لأنه إذا في ذات بلا صفات ما صار الذات. هذا هو فقط لكل أن تتكلم عنه، ما أكثر ولا أن تفهم دينك أنه الله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات، له الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله سبحانه وتعالى صفاته هي العلى سبحانه وتعالى، ما نشبه للخلق. التعطيل هو أن الإنسان بارك الله فيكم يترك الأمر أو التخلية يسمى في اللغة العربية، أنه خلاص يخلي هذا الموضوع. أما التأويل فالتأويل أنواع، التأويل أنواع، إما تأويل بدليل، تأويل بدليل فهذا لا بأس به، وإما تأويل بغير دليل وهو الباطل الذي لا نقبله في دين الله سبحانه وتعالى. وأما التأويل بمعنى التفسير، هذا ما في شيء، هذا ما في شيء بمعنى التفسير. أما التأويل المذموم هو ذلك التأويل الذي يكون بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر. يعني يقول تعالى يد الله فوق أيديهم، طيب شو قال الله؟ يد الله. لا تفكر هنا ويأتيك تنظر إلى يدك، يعني يا أخي لا، يد الله تليق بالله ويدك تليق بك، يد الباب تليق بالباب ويد الجمل بالجمل، أما يد الله فهي صفة لله سبحانه وتعالى. فهكذا يكون الأمر، وهذا هو المعنى الذي نتكلم عليه بارك الله فيكم، حتى ينزل الله سبحانه وتعالى عن النقص والعيب سبحانه وتعالى. أما إذا سئلت كيف، مثل الإمام مالك سئل ما استوى، قال الاستواء معلوم، يعني معنى الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، ما نستطيع نفهم هذه المسألة نحن، ربما نعقلها لأنه من أمور غيره. والإيمان به واجب، أي الإيمان بمعنى، الإيمان بمعنى
الاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة أي السؤال عن الكيفية كيف. فالتأويل اللي دخل في التأويل ماذا فعل؟ قال باعتبار طيب إذا قلنا استوى والإنسان يستوي صاروا مثل بعض فماذا فعل هذا؟ قال لك أحسن شيء أول، فبدل ما نقول استوى الله على عرشه ماذا نقول؟ قالوا استولى. طيب من قال أنه في اللغة العربية كلمة استولى هي استوى؟ قلكم من قال؟